فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أسعد الله صباحكم مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشرة من ملعب ماراكانا في مدينة ريو دو جانيرو في البرازيل، وواحدة من المباريات المرتقبة بين حامل اللقب منتخب تشيلي في مواجهة الأوروغواي صاحب أكبر عدد من التتويجات بألقاب كوبا أمريكا ب15 لقبا من أصل 44 مشاركة بقيادة أوسكار تاباريس 72 عاما على العكاز، مدرب منتخب الأوروغواي في مواجهة رينالدو ريدا المدرب الكولومبي لمنتخب تشيلي الذي يلعب بهذه التشكيلة مباراته اليوم من أجل المركز الأول الذي يسمح لصاحبه بمواجهة بيرو أو كولومبيا. الكل يريد التي احتضنتها مختلف الملاعب ضربة الانطلاقة غونزاليس، تبقى له صراحة منتخب الأوروغواي، أرضية صغيرة والدفاع خرجها بصعوبة منتخب دفاعية عن طريق جوفاني غونزاليس، ما زالت الكرة الأوروغوانية راحت بالمناريكا لسواريز مع باولو دياز كرة في العمق، البحث عن المهاجم فارغاس والتغطية الدفاعية من هذه البطولة في حين أليكسيس في سر أليكسيس سانشيز طف الكرة وراح دخل أليكسيس عنده الكرة سانشيز تسديدة من بعيد تسمعوا في هتافات ياس خلاها لأليكسيس سانشيز لو مرت الركنية من أرنجيس والدفاع يخرجها ما زالت الخطورة تسديدة لا 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 تسترجع مرة ثانية هيدا من أليكسيس سانشيز أرنجيس أوبا با 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 رائعة والحارس موسلي جاس وفارغاس وصلت على الجهة اليمنى في اتجاه اللاعب أرانغيس أراسكايتا مازال غونزاليس أراسكايتا وفي خطأ استدي باولو هرنانديز من هنالك على الجهة اليسرى ويلة ممتازة ركوة وضعية تسلل لملها كرة خطيرة وضعية تسلل حكم المساعد رفع الراية معلنا وضعية تسلل بمنتخب أوروغواي المخالفة ولا وتسديدة الركنية تنفذ لوريس سواريز يرقب كورتو سواريز يرجع للخلف هي كرة خطيرة تسديدة الراسكايتا ضيعها أول كرة وأول فرصة صعبة لمنتخب أوروغواي لويس سواريز عنده كرة سواريز ما زال سواريز محاصر حب يدخل سواريز ولم يمر بابا با خطيرة كرة جول سواريز يتفوق عليه أرياس اخطفها القط ولكن القندس الكرة البعيدة في العمق ما تسلل الحكم خلى اللاعب فارغاس رقبها الحكم كرة من هنالك عن طريق اللاعب أراسكايتا وبالا يا جودين أراسكايتا وجودين يخطئ والحكم يصفر والكل ساقط في حضور جماهيري كبير تشيلي وأوروغواياني وحتى برازيلي طبعا لان وصلت لوريدو لودرو كرة بعيدة من هنالك من راس فارغاس الكرة لكن فارق الاهداف مع الاوروغواي لانه فاز بال4-0 في اللقاء الاول طبعا وما زال الخطورة من هنالك محاولة تسديد سانشيز وفارغاس والدفاع عن فارغاس وجودين فالتغطية جودين وصلت لبولغار يبحث عن الفارغاس ولوديرو يتفوق على فاريكا ليوبازو كرة ممتازة لفارغاس استلمها فارغاس من أمام جودين فارغاس مازال وجودين وفارغاس الحكم قال ارجع لمسة يد لأراسكايتا وصلت على الجهة اليمنى وانطلاقة سريعة من قبل غونزاليس كرة خطيرة غونزاليس منتخب تشيلي ميديل الكرة البعيدة البحث عن فارغاس وسانشيز وانطلاقة من أليكسيس سانشيز يلعب كرة خطيرة راحت من هنالك لفارغاس يلعب مرة ثانية أرانغيس راح على الجهة اليمنى دياس سانشيز خيمينيز وموسليرا سانشيز فارغاس وجودين
سانشيز تروح لسواريز يلعب عليه لوديرو باليمنى ثم باليسرى لوديرو مازال يحب المراوغه ديراس اوديرو لويس سواريز كاسيريس لويس سواريز وميدل يتفوق عليه يستلمها الكافاني اوي خطا لاراس كايتا في هذه اللحظات ويسجل هدف الكرة بعيدة بين أحضان الحارس راس كايتا في تنفيذ الركنية لمنتخب أوروغواي خبرة وتجربة كبيرتين لكاسيريس يلعب كمدافع أيسر يلعب كمدافع أيمن يلعب في وسط تكون بإذن الله مع زميلي باسل طبال رفقة ضيوفه الكرام بعدها سلام سكايتا هو اللي يخرج خلى مكانه هو اللي يلعب الكره هذه بالراس وبين طنكور كذلك موجود وكره خطيره سواريز ترجع تشيليا في الوسط عن طريق المدافع اوباتسو كره تسديد من الكسيس سانشيز وينو غودينو خيميناز غودينو هو اللي ضرب الجهة اليمنى أين يوجد اللاعب نانديس ولكن الحكم رفع الراية المساعد أعتقد صفر خطأ لدفاع منتخب تشيلي عن طريق ماري بان ما زالت يوروغوايانية وصلت لسواريز وصلت حيث الحكم يقول شفت الخطأ وصفرت وانتهى الأمر هنا في خطأ يا فارغاس أليكسيس سانشيز الحكم يقول لك لعب هلعب ليس هناك اي شيء عليك ايغور ليتشنوفسكي نحاول التقدير لحكم المباراة خطيرة كاد ايغور غودين كرة بعيدة كافاني بالراس يقدر يبحث عن سواريز دم خطا لويس سواريز تسديدة عن طريق اللاعب فارغاس والتغطية ممتازة عن طريق تشينوفسكي رجعت لكاسيريس باليسرى خطيرة بين صالح المدافع بابلو دياس مرتاح اوسكار طبعا سانشيز يراوغ الاول يلحق عليه مدافع اوباتسو سانشيز مازال يلعبها في وسط الميدان سانشيز فارغاس أليكسيس سانشيز يرجع لفاكسا فارغاس غودين في التغطية ثم في التكتيكية المنتخب الاوروغواي رائع جدا يلعبوا على قدراتهم شفناهم في كل الاحداث الكبرى كوبا امريكا كاس العالم مبارياتهم خاصه مع اوسكار يمنى كافاني خطا يرجع الحكم ويصفر خطا لكافاني هاي الشيء كافاني والميدل الكره بعيده تماما بالراس التغطيه الدفاعيه ما زالت اوروغوايانيه كره بعيده في القائمة الثاني خروج موفق من الحارس أي من قبل ليشنوفسكي يرتبك دفاع منتخب تشيلي في خروج غاريمي بكرة ممتازة على الجهة اليمنى لنانديس ولكنها بعيدة فاتو راحت مباشرة الجار يغير تماما على الجهة اليسرى الكرات العرضية بحثا عن المدافع اوباتسو توزيع رائع وخطيرة بأعجوبة تخرج هذه الكرة للركنية يا سلام حبيت نصحح حاجة بالنسبة للقانون خطأ يقول حكم المباراة نصحح حاجة منطقة العمليات أليكسيس سانشيز كافاني يصارع الأرضية خطيرة أوروغواي وين يا كاسيريس وين يرحم والديك يا كاسيريس الكرة اللي قبل منتخب تشيلي مع دخول جونيور فرنانديز يلعب في الدوري التركي وكذلك هاو جسم غريب آخر دخل أرضية الميدان لكن ليس أغرب من الأجسام التي نشاهدها في بعض المرات لقد شاهدنا جسم أغرب من هذا في مرة من المرات طبعا من أجل لفت الانتباه في هذه الكرة طول الوقت حتى يخرج خارج أرضية وانت ليش تشتكي الآن يا لويس سواريز ماذا هنالك ما دخل الحكم متعادلة بهدف مقابل هدف الكرة البعيدة من موسليرا للأمام في خطأ الحكم قال لصالح تشيلي جات اليسرى كرة صعبة اطلبها أليكسيس سانشيز لا 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 لا
التوزيع في القائمة الثانية، كرة خطيرة بالراس، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، با 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 جول، كرة جول، إيديسون كافاني حطها في الجول في الدقيقة 82 ويصنع المعجزة. نعم كرة جول، كرة جول، كرة جول، وحطها كافاني في الجول وبالراس، يا سلام. الأوروغواي تعتل الرياضة الآن بسبع نقاط مقابل ستة لتشيلي. الأوروغواي الآن في العشر دقائق الأخيرة تصبح هي التي تواجه بيرو، وتشيلي هي التي تواجه كولومبيا. هاي اللعبة وهاي الكرة من هنالك من لويس سواريز، وصلت على الجهة اليسرى، اطلبها من هنالك كافاني حتى بالراس.